السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله اليوم رح نكمل المحاضرة الخامسة. المحاضرة الخامسة ظللنا منها جزئية اللي هي مايكرو أنجيوباثيك هيموريتيك أنيميا، والشغلة الثانية اللي هي البليتلت ديس أوردر، والآخر شغلة من البليدنج ديس أوردر اللي هي البليتلت ديزيزز. تمام؟ طيب، هسا قبل ما نفوت في البليتلت ديزيزز، في عندنا مرض اسمه فاكتور 5 deficiency. الفاكتور 5 احنا بنعرف انه هو جزء من الكومن باث واي. فاكتور 5 هو جزء من الكومن، تمام، او بيساعد في دخول الكومن الانترنسك باث واي الكومن باث واي، تمام، وبيساعد للاكسترنسك باث واي اللي هي فاكتور 7 ممثله بده انها تحفز لفاكتور 10 وتحوله ل 10A اللي هو الاكتيفيتد فورم فاكتور 10. تمام. طيب هسه الفاكتور 5 لو صار في ديفيشنسي، فاكتور 5 لو صار في ديفيشنسي هو كواجيليشن فاكتور، فبالتالي حيصير عندي بليدنج. فاكتور 5 ديفيشنسي هي رير، تمام، رير كونجينيتال بليدنج ديس اوردر انهيريتد اوتوسومال ريسيسيف. طيب على سيره الاوتوسومال ريسيسيف والاوتوسومال دوميننت والمود اوف انهيريتنس، كل الاتش ال اس، كل الاتش ال اس اوتوسومال ريسيسيف، تمام، كل الاتش ال اس اوتوسومال ريسيسيف عدا فون والبران ديزيز اوتوزومال دوميننت عدا تايب 3 منه اوتوزومال ريسيسيف. تمام. الشغله الثانيه الهيريديتري سفيروسايتوسيس، اي شيء خذوها قاعده بحياتكم، اي شيء فيه كلمه هيريديتري او فاميليال فهو اوتوزومال دوميننت. تمام. هيريديتري سفيروسايتوسيس هي احد انواع الهيموليتيك انيميا وراح نحكي عنها ان شاء الله. تمام. الاوتوزومال ريسيسيف هو اوتوزومال دوميننت هو المود اوف انهيرتنس. تمام. طيب بيضل عندنا شغلتين كمان اللي هم الاكس لينك ريسيسيف، الهيموفيليا اي والهيموفيليا بي والجي 6 بي دي، هذول اوتوزوم، هذول اكس لينك ريسيسيف. بس الباقي ثلاسيميا اوتوزوم ريسيسيف، السيكل سيل انيميا اوتوزوم ريسيسيف. تمام. هاي قاعده عامه، قواعد عامه يعني. الفاكتور 5 ديفيشنسي حكينا هي اوتوزوم ريسيسيف تريت كاركترايزد باي ديكريز او ابسنت في فاكتور 5. طيب فاكتور 5 حكينا شو وظيفته، بحفز لي التحبيل الاخر يعني بحفز عمليه تحويل البروثرومبين لثرومبين. ديفيشنسي له راح تعمل لي بليدنج، راح تعمل بليدنج. تمام. في عندي كمان مرض يتعلق بفاكتور 5 اسمه فاكتور 5 ليدن، راح نحكي عنه. لو اجينا بدنا نعمل الفحوصات اللي كنا نعملها حتى نشوف الفانكشن تبعت الانترنسك باث واي والاكسترنسك باث واي، فحنروح نلاقي انه البي تي البروثرومبين تايم والبي تي تي حيكونوا برولونج، البليدنج تايم اكيد ما حيكون متاثر. فبرولونج بي تي وبي تي تي، الثرومبين تايم كمان ما بتكون متاثر ولا البليدنج تايم بيكونوا متاثرين. طيب هسه في موضوع اللي هو الفاكتور 5 ليدنج. شو هو الفاكتور 5 ليدنج؟ هو فاكتور 5، تمام، بس انه ما بيستجيب لاشياء مثبطه ربنا خلقها، تثبط فاكتور 5. تمام. هسه احنا بالجسم عندنا الهيموستاسيس، في توازن. اوكي، ليش الجسم ما بنزف وليش الجسم ما بيصير عنده تخثر؟ لانه انا في عندي توازن ما بين الانتي كواجولنت فاكتور وما بين الكواجولنت فاكتور. تمام. في عندي توازن، هذا التوازن لو خرب لأي سبب من الأسباب، يا بصير عندي بليدنج يا بصير عندي ثرومبوسيس، يعني يا بصير عندي خفرات يا بصير عندي نزيف. طيب هسا احنا ليش جبنا السيرة هاي؟ احنا بنعرف انه حكينا احنا في عندنا أشياء بتثبط التخثر. من الأمثلة على الأشياء اللي بتثبط التخثر اللي هم بروتين اس وبروتين سي، بفرزهم الكبد. هذول البروتين سي والبروتين اس بيروح على فاكتور 5 بيحكوا له بالله يتخفف لنا الشغل شوي. اوكي، لانه اذا بضل شغال الفاكتور 5 بدون الريجوليشن تبع عن طريق اللي هو بروتين سي وبروتين اس، راح يعمل لي ثرومبوسيس، راح يعمل لي ثرومبوسيس. تمام. اوكي، فبالتالي راح يعمل جلطات. ومن اهم يعني هي الفاكتور 5 ليدن هي اهم ثرومبوفيليك ديزيز، ثرومبوفيليا يعني مرض بصير فيه تخثر، على عكس الهيموفيليا مرض بصير فيه نزيف. تمام. ثرومبوفيليا مرض بصير فيه تخثر. فالموست كومون انهيريتد موست كومون انهيريتد ثرومبوتيك ديس اوردر، تمام، وثرومبوفيليا هي الفاكتور 5 ليدن. فاكتور 5 ليدن هو فاكتور 5 لا يستجيب
لا تطبيق البروتين سي والبروتين اس، فبالتالي حيكون هذا المريض عنده قابلية للتخثر أعلى، وبالتالي هذا المريض ريسك إنه يصير عنده والله جلطات في كل مكان، جلطات في الرجلين أكثر من غيره. أوكي، بس هاي اللي المعلومة الواحد لازم يكون عارفها عن فاكتور 5، فاكتور 5 ليدل، وعندي فاكتور 5 ديفيشنسي. طيب هسه بعدين بدنا نروح على البليتليت ديس اوردر. طيب احنا حكينا البليتليت هي جايه من الميجا كاريوسايت. البليتليت نورمالي الكاونت تبعها حيكون من 150 الف ل 450 الف. كانت لو معناها عندي بينيا، عندي بينيا، عندي فقر، عندي شح في البليتليت. حكينا البليتليت اسمها الثاني ثرومبوسايتس، فعندي ثرومبوسايتوبينيا. تمام، لما يكون عندي البليتلت عالية أعلى من 450 بيكون عندي ثرومبوسايتوسيس، أكثر من 450 ألف بيكون عندي ثرومبوسايتوسيس. تمام، طيب هسا إحنا بنعرف إنه من عندنا من 150 ألف ل 450 ألف هي النورمال. طيب بدنا نحكي على الأرقام، نحكي والله بناء على الرقم أنا متى بتوقع إنه المريض هذا يصير عنده سبونتينيوس بليدنج، وشو نوع البليدنج اللي راح يكون عنده. طيب هسا لو المريض عنده البليتلت أقل من 150 ألف بس أكثر من 60 ألف، هذا المريض تحت النورمال كونديشن. مثلا شو يعني تحت النورمال كونديشن؟ يعني ما عمل عمليات مثلا، ما انجرح ولا صار عنده اي شيء، انه يعني بين قوسين، هل راح يصير عنده المقصود بالنورمال كونديشن، هل راح يصير عنده سبونتينيوس بليدنج؟ هل راح ينزف لحاله؟ لا. تمام، فمن 60000 ل 150000 ما بينزف لحاله. طيب هسه اذا كان الليفل تحت ال 20000 اكثر من 5000، تحت ال 20000 بس اكثر من 5000، حيصير هذا المريض عنده اشياء البليتلت. احنا حكينا البليتلت يعني برايمري هيموستاسيس، يعني برايمري هيموستاسيس يعني بيتيكيا وبيربرا، بيتيكيا وبيربرا وايكيموسيس. اوكي، شو يعني؟ يعني النزيف تحت الجلد، هيكون عنده ميكوزال بليدنج. على عكس مين؟ على عكس السكندري هيموستاسيس، لو كان في مشكله حيصير عندي ديب تيشو بليدنج. تمام، اللي هي هيم ارثروسيس، هيم ارثروسيس بالهيموفيليا، بمشاكل التخثر مش بمشاكل الصفائح الدمويه. طيب حكينا احنا اذا كان الليفل اقل من 20000 راح يصير عندي بيتيكيا وميكوزال بليدنج، ممكن يصير عندي سي ان اس هيموريج اللي هو نزيف في الدماغ. تمام، في الكرانيال نيرف سيستم. طيب اذا كان الليفل حوالين ال 5000 راح يصير عندي فيتال سي ان اس، راح يموت المريض، فيتال سي ان اس او جي اي هيموريج. طيب هسه اذا كان الليفل ما بين ال 20 وال 60000، هذا بيعتمد على وظيفه هل البليتلت اصلا بتشتغل زي العالم والناس ولا ما بتشتغل زي العالم والناس، فبيعتمد على الفانكشنال ستيتس تبعت البليتلت. اوكي، طيب هيك حكينا عن العلاقه ما بين البليتلت كاونت وما بين النزيف. طيب هسه ثاني شغله راح نحكي عنها، انا بصير عندي ثرومبوسايتوبينيا. شو يعني ثرومبوسايتوبينيا؟ يعني انا عندي عدد البليتلت قليل. طيب عدد البليتلت قليل اما ب انه المصنع خربان ما في تصنيع عندي، او زياده ديستراكشن، او انا مش شايف. انا ليش مش شايفها؟ لانه الديستريبيوشن تبعها يعني الديستريبيوشن تبعها في مكان بعيد عن الدم، مش بالدم. تمام، مش بالبريفرال بلاد في العينه اللي انا سحبتها. ثرومبوسايتوبينيا كيف يشخص؟ بالسي بي سي، بتروح تطلب عينه سي بي سي للمريض، بيطلع البليتلت اقل من 150 الف، بتحكي هذا المريض ثرومبوسايتوبينيا، بدك تدور على السبب. طيب هسه احنا حكينا اذا كان المصنع خربان، خراب المصنع امثله عليه الاي بلاستيك انيميا. الاي بلاستيك انيميا هي نورموسيتيك انيميا بيكون فيها الريتيكولوسايت كاونت لو، بيكون الريتيكولوسايت كاونت فيها لو. ليش؟ لانه انا اصلا ما عندي تصنيع، والريتيكولوسايت كاونت يدل على التصنيع، على تصنيع البون مارو. تمام، فالاي بلاستيك انيميا احد اهم الاسباب لها البارفو فيروس بي 19، هذا بصيب المرضى خصوصا اللي عندهم سيكل سيل انيميا، بيعمل لهم اي بلاستيك انيميا. شو يعني اي بلاستيك انيميا؟ يعني فقر دم. اوكي، انيميا. والشغل الثاني بيكون عندهم ثرومبوسايتوبينيا، يعني بيكون عندهم فشل يعني بالبون مارو، وحتى الوايت بي سيز بتتاثر. ممكن راديشن عملت لي ديستراكشن، ممكن راديشن عملت ديستراكشن لا ممكن راديشن عملت ديستراكشن للبون مارو، او حتى كيموثيرابي. هي هيك خلصنا مشاكل التصنيع. طيب ممكن مشاكل تكثير للبليتلت نفسها، تكثير للبليتلت نفسها اشهر مثال اللي هو الاي تي بي، اميون ثرومبوسايتوبينيك بيربرا، اميون ثرومبوسايتوبينيك بيربرا. بيربرا بنعرفها اللي هي البين بوينت، البين بوينت هيموريج او سبوتس موجوده على الجلد. تمام، اوكي. وثرومبوسايتوبينيك اللي هي سببها ثرومبوسايتوبينيا، واميون سببها اميون غالبا. طيب هسه ثالث مشكله اللي هي مشكله التوزيع، خلل في التوزيع اللي بيسموها سبلينيك سيكوستريشن. السبلين في ساينوسويد، هاي الساينوسويد بتستوعب كميات كبيره من البليتلت، فالبليتلت كلياتها بتتجمع في السبلين
اوكي، فانا لما رحت سحبت عينه الدم كان عندي العينه ما فيها بليتلت، فهاي ثرومبوسايتوبينيا. فالثرومبوسايتوبينيا، طيب الثرومبوسايتوبينيا حكينا معناها عدد البليتلت قليل، وحكينا الاسباب اللي بتعمل الثرومبوسايتوبينيا. طيب هسه الثرومبوسايتوبينيا مشكله بالبليتلت، فبالتالي انا بتوقع البليدنج تايم برولونجد، البي تي والبي تي تي ما تاثروا، البي تي والبي تي تي ما تاثروا. اوكي، هاي هيك حكينا عن مشكله في العدد، مشكله في العدد، وحنفوت في التفاصيل. مشكله في العدد، هسه لو كانت عندي مشكله في كواليتي، كواليتي لو كانت عندي مشكله في كواليتي البليتلت، لو كان انا عندي مشكله في كواليتي البليتلت، يعني انا عندي العدد نورمال، عملنا سي بي سي والامور ممتازه وتصفاحه، بس انا لسه المريض عنده برولونجد بي تي، فانا بشك بحكي هاي عندي مشكله غالبا في شو، في الكواليتي تبعت البليتلت، البليتلت ما بتشتغل مظبوط. طب هسه احنا بنتذكر شو شغل البليتلت. البليتلت كان فيها تو ريسبتور مهمين جدا، اهم يعني فيها اكثر من ريسبتور من هذول الريسبتورات، بس اهم ريسبتورين موجودين اللي هم جي بي 1 بي جلايكوبروتين 1 بي وجلايكوبروتين 2 بي 3 اي. واحد كان يساعدني في الادهيجن بي 1 والبراند فاكتور، واثنين بي 3 اي هذا كان يساعدني في شو، كان يساعدني في الاجريجيشن البليتلت مع بعض. طيب هذول المشكلتين اذا صاروا في الريسبتورات، هذول المشاكل، يعني اذا عندي صار عندي مشكله في اول ريسبتور المسؤول عن الادهيجن، هيعمل لي سندروم اسمها بيرنارد سولير سندروم. تمام، بيرنارد سولير سندروم، وزي ما حكيت لكم كل امراض الاتش ال اس اوتوزومال ريسيف ما عدا الاستثناءات اللي حكيناها. اوكي، طيب فهذا اوتوزومال ريسيف، وبكون عندي ديفيشنسي في الجي بي 1 بي اللي هو جلايكوبروتين 1 بي اللي هو سي دي 42 which serve as a receptor for vulnerable branch factor، بيعمل لي adhesion لل inactivated platelet. تمام، طيب المرض الثاني اللي هو جلانزمان ثرومبوستينيا. اوكي، جلانزمان ثرومبوستينيا، هذا جلانزمان عندي مشكله في الريسبتور الثاني المسؤول عن الاجريجيشن، فهي مشكله في الاجريجيشن اللي هو ال 2b 3a او اللي هو سي دي 41 سي دي 61. اوكي، اوتوزومال ريسيسيف، اوتوزومال ريسيسيف. هسه اذا بتتذكروا احنا لما حكينا انه البليتلت بتعمل ادهيجن، لما تعمل ادهيجن بيطلع منها، بصير لها اكتيفيشن، بيطلع منها الاي دي بي وثرومبوكسين اي 2، هذول الاثنين اوكي بيروحوا بيحفزوا لي البليتلت اجريجيشن. طيب هسه هون بالجلانز مان ثرومباستينيا ما بيصير عندي ريسبونس من البليتلت انها تعمل اجريجيشن ان ريسبونس يعني للاي دي بي. اوكي تمام، طيب طيب هسه لو رجعنا حكينا على اللابس، على اللابس بالاثنين، على اللابس بالاثنين بالبيرنارد سوريير سيندروم حيكون عندي جاينت بليتلت، جاينت بليتلت. ليش البليتلت كبيره في بعض؟ الادهيجن، الادهيجن في مشكله تمام، بس بالاجريجيشن ما في مشكله، فالبليتلت حتلاقيها بترتبط في بعض. اوكي، فالبليتلت امورها تمام، الاجريجيشن البليتلت اجريجيشن اموره تمام، حيكون في عندي اجريجيشن، فالبليتلت راح ترتبط مع بعض، فحيصير عندي جاينت عملاقه، جاينت بليتلت. فالبليتلت اجريجيشن ان ريسبونس للاي دي بي از نورمال، ابسنت بليتلت اجريجيشن ان ريسبونس تو فون ويل براند فاكتور اند ريستوسيتين. تمام، يعني لو اجينا اعطينا فون ويل براند فاكتور ريستوسيتين، ما حيصير عندي بليتلت اجريجيشن. ليش؟ لانه انا حكينا احنا الاكتيفيشن، الاكتيفيشن بيصير عن طريق اللي هو ارتباط البليتلت بالفون والبراند فاكتور، انا ما عندي الريسبتور اللي بخلي البليتلت ترتبط بالفون والبراند فاكتور، فبالتالي ما حيصير عندي اكتيفيشن. تمام، ما حيصير عندي اجريجيشن ولا حيصير عندي ادهيجه. اما اذا اعطينا اي دي بي مباشره حيصير عندي اجريجيشن. اوكي، طيب هسه بالجلاندز مان ثرومبوستينيا اللاب راح يكون عندي البليتلت كاونت نورمال، وحتى في هذيك البليتلت كاونت نورمال، المورفولوجي هناك كانت جاينت، هنا في الجلانزمان كانت النورمال، البليدنج تايم اكيد حيكون برولونجد فيهم الثنتين، فما في شيء بيخليني اميز بينهم الا الريسبونس ل البون والبراند فاكتور والريستوسيتين والريسبونس للاي دي بي. تمام، طيب هيك خلصنا الكواليتي، الكواليتيتيف ديس اوردر، مشاكل في الكواليتي تبعت البليتلت، كلاهما طبعا هذول كونجينيتال، هذول كونجينيتال. اوكي، اوتوزومال ريسيسيف. طيب هسه الثرومبوسايتوبينيا، ثرومبوسايتوبينيا حكينا شو اسبابها، حكينا يا اما مشكله في التصنيع او مشكله في الديستريبيوشن للسيكوستريشن، والشيء اللي حنتوسع فيه اللي هو زياده الدستركشن تبع البليتلت، زياده الدستركشن تبع البليتلت عن طريق اللي هو اهم مرض اللي هو الاي تي بي، اميون ثرومبوسايتوبينيا.
ثرومبوسايتوبينك بيربر، اي تي بي اميون ثرومبوسايتوبينك بيربر. تمام. طيب هسه الاميون ثرومبوسايتوبينك بيربر كان يقسم الى اكثر من نوع، اللي هم الاميون واوتو اميون. راح نحكي عنهم كلياتهم حسب الانتي بادي من وين جاي بالضبط. طيب هسه احنا حكينا اذا الثرومبوسايتوبينيا نتيجة الدستركشن للبليتلت، في عندي أول جزئية اللي هي إميون اللي هو الـ ITB الإميون ثرومبوسايتوبينيك بيربرا. في شغلات ثانية بتعمل لي ثرومبوسايتوبينيا بتكون أسوشيتد مع ديزيز أو مع دراج أو مع مثلا بوست ترانسفيوجن أو حتى نيونيتال ثرومبوسايتوبينيا أو بالدي أي سي وبالمايكرو أنجيوباثيك هيموليتيك أنيميا. فهذول أسباب سكندري كوزز للدستركشن تبع البليتلت. أوكي، secondary causes للدستركشن تبع البليتلت. اللي فوق هو اميون، اميون سببه مناعي، سببه مناعي اللي فوق هاي سببه مناعي اللي هو اميون ثرومبوسايتوبينيا، صار عندي انتيبادي against البليتلت. اوكي طيب هذول نخلص منهم secondary immune thrombocytopenia as in SLE. SLE اللي هي systemic lupus erythematosus اللي هي الحمى الذؤابية. هذا المريض ممكن يصير عنده activation للانتيبادييز، بصير عند destruction للبليتلت. drug related immune thrombocytopenia مهم جدا نعرف انه الهيبرين بيعمل لي ايش بسموه هيبرين induced thrombocytopenia او HIT بسموه اختصار، والكوينيدين كمان هذول بيعملوا لي اياها بس نعرف اثناء الادويه. ممكن بعد الترانسفيوجن مريض اعطيناه دم، بعد الترانسفيوجن ممكن يصير عنده thrombocytopenia. في عندي النيونيت، شو يعني نيونيت؟ النيونيت اللي هو الولد في اول 28 يوم من حياته، هذا النيونيت بس ممكن يصير عنده ثرومبوسايتوبينيا اما بسبب اوتو انتيبادي. شو يعني اوتو انتيبادي؟ انتيبادي اجى من جسمه نفسه او قال له انتيبادي، انتيبادي اجى من بني ادم ثاني، بني ادم ثاني ركز على قال له انتيبادي، قال له معناها انه بني ادم يعني انه حدا من نفس السبيشيز. اوكي طيب الدي اي سي اللي هي ديسيمينيتد انترافاسكولار كواجوليشن كانه تحت هو والمايكرو انجيوباثيك هيموليتيك انيميا، هذول بصير فيهم ثرومبوسز كثير. تمام، نتيجة الثرومبوسز بتسكر الأوعية الدموية بتتضيق، فالبليتلت وهي ماشي بصير لها ديستراكشن، البليتلت وهي ماشي بصير لها ديستراكشن. طب هسا الإميون ثرومبوسايتوبينيا الآي تي بي، تمام الآي تي بي برايمري ممكن تكون برايمري إديوباثيك معروف السبب أو ممكن تكون سكندري. تمام أوكي، ممكن تكون كمان لها تقسيم الاكيوت والكرونيك. الاكيوت اللي هي سيلف ليميتنج بتروح لحالها، والكرونيك هذول مهم اميز بينهم. اوكي مهم اميز بين الاكيوت وبين الكرونيك. طيب الاكيوت اي تي بي او اللي بسموها ايديوباثيك مش معروف سببها، اوكي يعني مش مفسره، بتصير بالتشايلدهود، بتصير بالتشايلدهود. في عندي الكرونيك، الكرونيك اميون ثرومبوسايتوبينيك بيربرا، هاي بتصير بالكبار بالعمر. طيب هسه لو اجينا بدنا نعمل مقارنه بينهم ونحكي لكم قصه كيف بتصير الاكيوت اي تي بي. الاكيوت اي تي بي ولد صغير، تمام تحت ال 12 سنه غالبا، بيجي بتحكي لك امه والله هذا الولد اوكي صار له اسبوع او اسبوعين صاير عنده ابر ريسبيرتوري تراكت انفكشن اوكي او ماخذ مطعوم. تمام، بعديها والله بلش يطلع له نقاط 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 على جلده، خلال الاسبوعين الماضيات بلش يطلع له النقاط بزياده تمام على جلده. هذول النقاط اللي هم اللي بتيكي والبيربر. اوكي تمام، فغالبا بعد شو؟ بعد الفاكسينيشن او حتى بعد انفكشن في اغلب الحالات. اوكي لو رحنا عملنا البليتلت كاونت راح يكون اقل من 20,000 غالبا. احنا لما حكينا اكيوت حكينا سيلف ليميتد، غالبا بتروح لحالها تمام في اكثر من 90% من الحالات بتروح لحالها. اوكي هل ممكن يحتاجوا بليتلت او ممكن يحتاجوا IVIG؟ راح نحكي عن IVIG شو هو بالضبط. تمام، هل ممكن يحتاجوا IVIG او ستيرويد؟ لا، الا بحالات السيفير، الا بالسيفير كيسز. تمام اوكي، طب هاي كلها اوجه مقارنه حتى نقارنها مع الكرونيك اميون ثرومبوسايتوبينيك بيربرا. الكرونيك اميون ثرومبوسايتوبينيك بيربرا بتصير بالومن، بالومن زيها زي اي اذر اي انذر اوتو اميون ديزيزز، مور كومن في الومن. الومن اي ايج بالتشايلد بيرنج ايج ما بين ال 20 ل 50 سنه. تمام، ما بيكون عندي هيستوري لا دراج او حتى انفكشن، وغالبا بتكون اسوشيتد مع او بيكون فيها سكندري كوزز زي الاس ال اي، زي الاتش اي في، زي الكرونيك لينفوسيتيك لوكيميا او الهوجكن ديزيز. طيب
هسه هون بالكرونيك اميون ثرومبوسايتوبينك بيربرا معروف السبب انه عندي انتي بودي اجينست الجي بي 2 بي 3 اي جلايكوبروتين 2 بي 3 اي او حتى ال 1 بي، ال 1 بي اللي هو مسؤول عن الادهيجن. تمام اوكي. طيب هسه البليتلت لايف سبان بتكون ريديوسد تو اورز، الميجا كاريوسايت انكريز. ليش الميجا كاريوسايت؟ الميجا كاريوسايت بالنسبه للبليتلت نفس الريتيكولوسايت بالنسبه لمين؟ نفس الريتيكولوسايت بالنسبه للار بي سي، فراح تلاقي الميجا كاريوسايت بزياده قاعده بتزيد. ليش؟ لانها بدها تصنع لي بليتلت، لانه قاعده البليتلت بتتكسر، بتيك البليدنج وايزي بروزنج وحتى منوريجيا. نفس الاعراض، نفس الاعراض كلاهما، بس حكينا الفرق بالقصه، هذاك ايديوباتيك مش معروف السبب، بعد بيكون ولد صغير، بعد انفكشن او حتى بعد فاكسينيشن. هل ممكن يستجيب للاي في اي جي؟ الاي في اي جي انا بتجنب اني اعطيه للطفل هذا الا بالسيفير كيسز، بالسيفير كيسز ممكن اعطيه اي في اي جي. طيب شو الاي في اي جي؟ احنا حكينا الاي تي بي، الاي تي بي اللي هي اميون ثرومبوسايتوبيني، عندي انتي بودي اجينست البليتلت. تمام، عندي انتي بودي اجينست البليتلت. طيب انا شو بروح اعمل؟ ممكن اروح اعمل اعطي اشياء تثبط المناعه. ليش؟ لانه انا عندي انتي بادي، فانا بدي اثبط المناعه زي الاستيرويد. الاستيرويد احسن دواء لتثبيط المناعه على اساس يقلل الانتي بادي اللي قاعد تفرز ضد ال ال ضد البليتلت. تمام. طيب الشغله الثانيه بعطي اي في اي جي. شو هو اي في؟ اميونوجلوبولين. الاميونوجلوبولين هي انتي بادي، فانا بعطي انتي بادي اجينست الانتي بادي اللي راح يهاجم للبليتلت، بعطي انتي بادي اجينست الانتي بادي اللي حيهاجم للبليتلت. تمام. فالاي في اي جي هو انتي بادي ضد الانتي بادي اللي حيهاجم للبليتلت. اوكي، فهاي اهم الفروقات ما بين الاكيوت اي تي بي اللي هي التشايلد هود او الايديوباثيك والكرونيك اميون ثرومبوسايتوبينك بيربرا. طيب هسه الدايجنوسيس اكيد منها من اسمها ثرومبوسايتوبينك، فالبليتلت كاونت راح يكون قليل لدرجه انه بيوصل 10 ل 50000، من 10 ل 50000 حكينا بالتشايلد هود اقل من 20000. الهيموجلوبين والوايت بي سيز نورمال، والله العظيم انهم نورمال ما لهم اي علاقه. بالريفرال بلاد سمير راح يكون فيها لارج بليتلت، بليتلت مصنوعه بسرعه فحتكون لارج، حتكون اماتشور. دائما لما يحكي لك الخليه كبيره معناها الخليه اماتشور. تمام، او يعني ان اه يعني اماتشور. اوكي. طيب لو رحنا عملنا بون مارو بايوبسي، شو راح نلاقي؟ راح نلاقي الماكروسايت الميجا كاريوتايت النمبر تبعها بزيد. تمام، النمبر تبعها بزايد. طب بما انها مشكله بالبليتلت معناها مشكله بالبرايمري هيموستاسيس، فبالتالي البليدنج تايم حيكون برولونج. تمام اوكي. الفكره حكينا انه بيكون عندي انتي بليتلت انتي بادي، والتريتمنت حكينا ممكن يستفيد من الاستيرويد مثبطات المناعه، ممكن يستفيد من الهاي دوز اي في اي جي، وحكينا شو فكرته، انتي بادي اجينست الانتي بادي. ممكن اعطي ادويه تعمل سبريشن للمناعه غير الاستيرويد، اميونو سبريسيف ثيرابي. ممكن اعمل شغله اخيره اللي هي سبلينكتومي، العزة لله. هسه السبلينكتومي شو الفكره تبعيته؟ احنا بنعرف انه اللي بيصير عندي انا الانتي بادي بيعلم البليتلت اللي لازمها تكسير. اوكي، بيعلم البليتلت اللي لازمها تكسير. مين اللي بتخلص منها؟ السبلين. فانا بشيل السبلين لانه بتخلص من البليتلت اللي عليها انتي بادي، فانا بشيل السبلين. اوكي، فهذا لونج تيرم تريتمنت، ممكن اروح اعمل سبلينكتومي. فاذا نرجع على موضوع الثرومبوسايتوبينيا، حكينا الثرومبوسايتوبينيا اهم شيء اعرف الاي تي بي، حكينا كل شيء عن الاي تي بي. اهم شيء اميز ما بين الاكيوت اللي هو السلف ليميتنج والكرونيك، وكل واحده والقصه والعمر تبعها. الاعراض واحده. تمام، مش الاعراض واحده، وحتى عدد البليتلت حيكون واحد اللي هو اقل من 20000 تقريبا، من 10 ل 50000. العلاج حكينا الاكيوت هي سلف ليميتنج بتروح لحالها، سلف ليميتنج بتروح لحالها. ممكن اذا كان عندي سيفير كيس ممكن اروح اعطي اي في اي جي وستيرويد. اوكي، والكرونيك اميون الكرونيك اي تي بي هاي بتكون اسوشيتد مع ديزيزز زي الاس ال اي، زي السي ال ال، وزي الاتش اي في، زي الايدز والهوجكن ديزيز. كلاهما بيكون في عندي انتي بادي اجينست البليتلت. هسه في عندنا موضوع اللي هو اسمه مايكرو انجيوباثيك هيموليتيك انيميا. المايكرو انجيوباثيك هيموليتيك انيميا من اسمه مايكرو انجيوباتيك، مايكرو صغير،
انجيو، انجيو لما انا اسمع انجيو معناها بلاد فيزل، بثك يعني انا عندي اعتلال، فهو اعتلال في الاوعيه الدمويه الصغيره. هيموليتيك انيميا يعني هيموليسيس، عندي تكسير للدم، اختصارها مها، انا بسميها مها. اوكي، ام اتش ام اي اتش اي اللي هي مايكرو انجيوباثيك هيموليتيك انيميا، عندي اعتلال في الاوعيه الدمويه يعمل لي هيموليتيك انيميا. تمام، اوكي. طيب هسه المايكرو انجيوباثيك هيموليتيك انيميا، شو الاسباب اللي بتعمل لي مايكرو انجيوباثيك هيموليتيك انيميا؟ طيب بدنا نعرف الاسباب اللي بتعملها. هي طبعا اكيد هيموليتيك انيميا فهي من احد انواع الهيموليتيك انيميا. تمام، بس الهيموليتيك انيميا اصلا احنا المفروض اصلا راح تنشرح الهيموليتيك انيميا. هي بصير عندي انا ديستركشن في الار بي سي. هسه ديستركشن في الار بي سي اوكي شو راح يعمل لي؟ اول نقطه. ثاني نقطة على السي بي سي أنا شو راح أشوف؟ هسه بالهيموليتيك أنيميا على السي بي سي أنا أروح شو راح أشوف؟ راح أشوف في السي بي سي إنه الام سي في حيكون نورم، الهيموجلوبين لو أكيد متفق عليها لأنها أنيميا فبالتالي الهيموجلوبين لو. أروح ثاني خطوة بطلع على الام سي في، الام سي في حيكون من 80 ل 100 نورمال. تمام؟ بعد هيك بروح أطلع على بما إنه نورمال نورموسيتيك بروح أطلع على الريتيكولوسايت كاونت، الريتيكولوسايت كاونت المفروض يكون من 1 ل 2. تمام، اذا كان اكثر من هيك معناه انا في عندي زياده في التصنيع نتيجه لشو؟ نتيجه اما لاكيوت بلاد لوس او كرونيك بلاد لوس، يعني انا عندي بلاد لوس. اوكي، او الشغله الثانيه اللي هي انا في عندي ديستركشن، في عندي هيموليسيس. طيب اوكي خلينا ناخذ الهيموليسيس. هسه الهيموليسيس انا ليش الدم عندي بتكسر؟ هون فكره كيف انا بدي اميز بين انواع الهيموليتيك انيميا. طيب هسه احنا انا عندي الهيموليتيك انيميا لها اسباب كثيره، كنت فاتح انا صوره عن انواع الهيموليتيك انيميا، ثواني اشوف. طيب طيب الهيموليتيك انيميا تقسم الى انهيريتد واكوايرد. اوكي، الانهيريتد اشياء موروثه، اما مشكله يعني انهيريتد مشكله فيها نفسها في ال RBC نفسها أدت إلى أنه يصير فيها ديفكت، سواء بالشكل الممبرين من برا، سواء بالإنزيم اللي موجود فيها، أو بالهيموغلوبين اللي جواتيه. فهذول ثلاث أسباب، هذول أسباب inherited. تمام، فإما ممبرين ديفكت، ممبرين ديفكت زي مين؟ زي شغلتين. المهم نعرف أنه انهم هذولا ممبرين ديفكت مشكلة في الشكل تبع ال RBC من برا. احنا حكينا ال RBC كيف بيكون شكلها؟ باي كونكيف ديسك، باي كونكيف ديسك. تمام، لو كان الشكل في خلل نتيجة الممبرين ديفكت زي حالات الهيريديتري سفيروسايتوسيس اوكي بتكون كروية، او او اليبتوسايتوسيس، هذول الشغلتين هذول المرضين. تمام، انا راح يصير عندي ديستركشن لل RBC. ديستركشن لل RBC ليش؟ لانه السبلين عندي ريتيكولو اندثيليال سيستم عندي بلقط اي ار بي سي شكلها غير طبيعي، اي ار بي سي شكلها غير طبيعي، فهذه الار بي سي شكلها غير طبيعي فراح يروح يلقطها. طيب احنا حكينا اي شيء فيه هيريديتري فهو اوتوزومال دومينانت، وهي الهيريديتري سفيروسايتوسيس والهيريديتري اليبتوسايتوسيس، هذول المرضين هم اوتوزومال دومينانت. تمام، طيب احنا خلصنا من الممبرين ديفكت من برا، الممبرين ديفكت عندي جوا انزايم انزايمز، وعندي جوا كمان الهيموجلوبين. طيب الانزيمز ديفكت مهم جدا نعرف الجي 6 بي دي، الجي 6 بي دي اللي هو المرض التفول. تمام، الجي 6 بي دي ديفيشنسي هذا مرض التفول، هذا اكس لينكد ريسيسيف. تمام، وفي عندي شغله ثانيه اللي هي البايروفيت كاينيز ديفيشنسي، هاي اقل شيوع اكيد من الجي 6 بي دي اللي هو التفول. طيب هيك خلصنا الانزيم ديفكت، بعد هيك رحنا على الهيموجلوبين. الهيموجلوبين في مشكله، هسه الهيموجلوبين في مشكله، في عندي مشكلة إما في الجلوبين تشين. تمام، أوكي، ما عندي تصنيع زي مرضى الثلاسيميا، سواء ثلاسيميا ألفا أو ثلاسيميا بيتا، هذولا بيكون عندهم يا خلل في تصنيع الألفا يا خلل في تصنيع البيتا. طيب أنا صنعت البيتا والأمور كويسة، بس جوا البيتا، جوا البيتا عندي مشكلة، جوا البيتا عندي مشكلة أدت إلى إنه يصير عندي سيكل سيل ديزيز، سيكل سيل ديزيز اللي هو فقر الدم المنجلي. تمام، سيكل سيل ديزيز، انا عندي البيتا جوا البيتا في عندي مشكله. اوكي،
طيب فهاي كمان راح تعمل هيموجلوبينوباثي، اعتلال في الهيموجلوبين، فراح تزيد الدستركشن تبع الار بي سي في الريتيكولو اندوثيليال سيستم. هذول هم الانهيريتد، الانهيريتد الهيموجلوبينوباثي والانزيم ديفكت والممبرين ديفكت. طيب هسه الاكوايرد، الاكوايرد تقسم الى جزئين، اميون ونون اميون، اميون ونون اميون. طب كيف انا بدي اميز بينهم؟ بروح اعمل كوم تيست. الكوم تيست هذا اللي هو دايركت كوم تيست، هذا بدور لي على الانتي بادي، انتي جلوبيولين تيست، هو نفسه الانتي جلوبيولين تيست، بدور لي على الانتي بادي. اذا كان موجود معناها اميون ميديتد، اذا كان مش موجود معناها نون اميون ميديتد. انا هسه كل الشرح هذا عشان نوصل للنون اميون ميديتد. طيب نحكي عن الاميون ميديتد. الاميون ميديتد ممكن تكون اوتو اميون هيموليتيك انيميا، اوتو اميون هيموليتيك انيميا تكسر دم نتيجة أنا أتكون جسمي، كون جسمي أنتيبادي، تمام، تقسم إلى وورم كولد، وحتى آخر نوع اللي هو الباروكسيزمال كولد هيموغلوبينوريا، وفي عندي إيش ألو إميون هيموليسيز. ألو إميون يعني أنا عندي هيموليسيز من أنتيبادي مش مني، أنتيبادي مش مني، أوكي، أنتيبادي مش مني. متى هذا الحكي بيصير؟ في حالات الهيموليسيز اللي بيصير مع النيو بورن والهيموليسيز اللي من الترانسفيوجن رياكشن، أوكي. طيب إذا نرجع نعيد، إحنا حكينا الأكوايرد، الأكوايرد تقسم إلى قسمين إميون ونون إميون. الإميون كيف بكون، كيف بميزهم؟ بعمل الكومس تيست، بدور على الأنتيبادي، إذا كان بوزيتيف والله إميون. الإميون إذا كان إذا كانت عندي إميون معناه أنا يا بفكر في ألو إميون، ألو إميون يعني أنتيبادي جاي من برا الجسم، سواء عن طريق ترانسفيوجن أو عن طريق هيموليسيز، عن طريق اللي هو الهيموليسيز من ناتج من اللي هو انتقال الدم للطفل، انتقال الانتيبادي للطفل من الام، او اللي هي الشغله الثانيه انا اوتو اميون، انا انتيبادي قاعد بجسمي بكونها. حكينا الاوتو اميون، اوتو اميون هيموليتيك انيميا تقسم الى ثلاث اقسام اللي هم الورم والكولد، ولازم اميز بينهم، والباروكسيزمال كولد هيموجلوبينوريا. بس اهم شيء اعرف انه الورم بتيجي مع ديزيزز اكثر، ديزيزز زائد ادويه، والكولد بتيجي مع انفكشن، الكولد البارده بتيجي مع انفكشن. كولد باردة، ليش سميت باردة أصلا؟ لأنها بتصير في الأطراف في الأماكن الباردة، رح نحكي عنها بوقتها. طيب هسا إحنا بدنا وصلنا، رحنا عملنا كومس تيست طلع نيجاتيف، كومس تيست طلع نيجاتيف، شو يعني نون إميون ميدياتيد؟ طيب نون إميون ميدياتيد عندي ديستركشن للأر بي سي بس بدون إميونيتي. طب معناه شو، شو الفكرة اللي، شو الفكرة اللي أدت إلى إنه صار عندي ديستركشن أو هيموليسيز؟ ممكن ميكانيكال تروما. ميكانيكال تروما متى بتصير؟ بتصير في حالات الناس اللي زارعين صمام، سواء ميتاليك، بالميتاليك اكثر الناس اللي بيزرعوا صمام معدني، هذول الار بي سي وهي مره بتنمزع، فهي ميكانيكال تروما، اوكي. طيب الموضوع الثاني النون اميون اللي هو اللي حنحكي عنه، مايكرو انجيوباثيك هيموليتيك انيميا. ثلاث اسباب للمايكرو انجيوباثيك هيموليتيك انيميا، اتش يو اس هيموليتيك يوريميك سيندروم، تي تي بي ثرومبوتيك ثرومبوتيك ثرومبوسايتوبينيك بيربيرا، هذول الثنتين لازم اميز بينهم بالاعراض. دي اي سي ديسيمينيتد انترافاسكولار كواجوليشن، ممكن كمان انفكشن زي الملاريا والكلوستريديوم. رينال ديزيزز، الرينال ديزيزز لانه بامراض الكلى التوكسيك ميتابولايت حتظل موجوده في الجسم، هاي حتعمل لي ديستركشن للار بي سي. دراج وكيميكال او حتى هايبر سبلينيزم، سبلين شغال بزياده فحيعمل ديستركشن حتى للنورمال ار بي سي، تمام، اوكي. هاي هيك ملخص سريع لفكره الهيموليتيك انيميا، بنكمل ان شاء الله فكره المايكرو انجيوباثيك هيموليتيك انيميا بالفيديو الجاي.